يضع حذاءه جانبا ليبدأ اللعب، فالأرض بعد اغتسالها بالمطر لا تحتاج لحذاء، حيث يمكن الركض فيها بقدمين حافيتين لممارسة رياضة كرة القدم. هذا المشهد يبدو عاديا في مكان آخر، لكن هنا في منطقة شعب الدبا القريبة من القصر الجمهوري بتعز ليست كذلك. ولتدرك السبب عليك النظر بعيدا عنهم بضع مترات فقط، حيث الدمار هو الجزء المسيطر على المدينة، لكن هذا لا يمنع في أن تكون أرض تعز عاملا مشتركا لأقدام صغيرة مشاركة في اللعب هنا وأخرى تقاتل للدفاع عنها في جبهات القتال المختلفة، لتكون أرض تعز هي القاسم المشترك بينهم. أما الأمر الغريب حقا فهو لعب الأطفال على أصوات الرصاص والقذائف دون خوف، حتى ولو كانت آثارها قد تركت من قبل بصمتها على أجسادهم الصغيرة. فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة وما تستحقها الحياة أيضا، فعند مصارعة الموت يبرز الناس هنا كل بطريقته الخاصة لمجابهته، والأطفال يكونون دائما الأبرز بالمواجهة، هكذا تقول المشاهد القادمة من هناك، وإن كانت أفكارهم مغلقة وعصية على الفهم في كثير من الأحيان بهذه المدينة الصامدة.